لأني حبلش مرحلة جديدة. بنفس الوقت زعلانة لأن حكيت ناس كتير بحبهم بالجامعة. شعور من هاي المرحلة بعد تعب 4 سنوات. أكيد فرحانة بكل صيف وتتويج جهد 4 سنين. وأكيد مبارحة بحلو خير وأحلى يوم بالحياة وبحكي لكل اللي بعدنا اجتهدوا علشان يشوفوا هاي اللحظة إن شاء الله يا رب. حتى انه اي مشاكل واجهتني قبل اول 4 سنوات هيك يعني بهاي اللحظه نسيتهم يعني. لا توصف يعني بصراحة يعني خاصة إن أول ورد بشوف هيك بخرج لإله أول ورد بخرج لإله فكتير مبسوطة يعني. أتمنى يعني زي فرحة التخرج يعني أي فرحة تانية أي فرحة التخرج مش تحفة. يا رب تلاقي وظيفة بعدين بعد التخرج صح مبسوطين. كل الواحد بياخد تمر تعبه 4 سنين يعني أحلى من هيك ما في. بنحب نشوف أولادنا دايما ناجحين. فهي رايته واضح. والله هو احنا اتمنينا ان نكون زيهم يا رب يعني تيجي هاي السنوات ومبسوط لهم كثير الله يوفقهم يا رب. وانا اتمنى حسب اللي احنا طلعوا على الناس كانوا عارفين كثير مشتاقين لهم. هاي السنه عجب بتكون بالنسبه لي كثير زنخه سنه رابعه لانه بستنى يجي 23/6/2017 عشان انا كمان اتخرج والله يوفقكم كلياتكم ويسعدكم كلياتكم. ألف مبروك عن جد من حالات الصف كثير كلنا مبسوطين لكم وعقبال نحن نتخرج 4 سنين بس. تخرج شعور جدا جميل شعور مختلط فرح حزن كل شيء على بعضه. صراحة أنا بهي اللحظة حاسة شوية دمعة نحن عن جد كثير.